معقول سيدنا، ما معقول هالعم بيصير. في بفقه، في بطقق سيدي، يعني هيك كيف ما يفلتوا منك المرة سيدي؟ هودي مثل الجراثيم، مثل الفيروزات سيدي، بفوتوا على الجسم بيتغلغلوا بفقسوا فيه. وابيش تسل من الجزورين غير حبة استلها، بس محظوظين محظوظين يا سيدي. وليش ما بتقول إلن حدفوا عم يطلعون عم ينقذون؟ معقول سيدي إلن حدفوا؟ يعني عدم مؤاخذة سيدي، كل التقارير اللي عنا بتشير اني مالي حدا لا فوق ولا تحت، يعني مقطوعين من شجرة سيدي. بعدين يعني ما حدا اتصل ووصف فيهم لحد هاللحظة. بس دايما لما بينزنقوا حدا بيتصل بيقول طالعوهم. مظبوط سيدي، برافو عنك سيدي. يعني قولتك معقول يكونوا بيعرفوا حدا وما ما يقولوا عنه سيدي؟ لك الظاهر سيدي خطرت براسي فكرة. شو هنمي قولة ولا ما قولة سيدي؟ لا قولة، ليه ما تقولة سيدي؟ ما قول يعني بركي كانوا جواسيس متسوسين من الامبريالي سيدي، تيتعرفوا علينا ويتعرفوا على شغلنا ويشوفوا كيف منشتغل. معقول ولا ما معقول سيدي؟ معقول، ما هي برافو عني. والله فكرة كيسي، تضرب انت والفكرة. سيدنا انا سألتك وانت قلت لي قول. معقول قول شيء بدون ما تقول لي قول سيدي؟ يعني انا اقول اي قول بدون ما حضرتك تقول لي قول. خلصنا يا الله يرحمه. شو ما تسوي عمدا؟ والله يا سيدي شو ما تسوي؟ قصت علينا بهاي. لا والله يا سيدي قصت علينا. لا والله يا سيدي سيدي عمه سيدي. والله يا سيدي عندي اخبار وحياة الله يا سيدي. اتركوا 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 سيدي، ما هيك؟ على عيني سيدي، على عيني يا سيدي. انفردت، برافو عنك، شد همتك. هات لشو